حياكم الله ومساكم الله بالخير. حلقة جديدة من المنتصف، والبداية بأبرز وأهم العناوين. الملك سلمان يؤكد بأن السعودية ستقدم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل حال استضافة كأس آسيا 2027. والسعودية تتأهب بملف ضخم لاستضافة كأس آسيا 2027. الدوري السعودي يشتعل بالهلال والأهلي، والمنتصف يرصد أبرز أحداث الجولة. حياكم الله من جديد. يعني ما في شك بأن اليوم يعني في حالة من التفاؤل لدى كثير من المتابعين، لدى كثير من الجماهير، لدى كثير من الشباب وعشاق كرة القدم، نظير الدعم الكبير اللي تحظى فيه الرياضة السعودية من قيادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يعني احنا شايفين ولله الحمد الخطوات الكبيرة في الرياضة السعودية، ونشوفها اليوم على أرض الواقع من خلال المنشآت، من خلال المنافسة القوية والدعم الكبير لأنديتنا. وما في شك بأن وجود المملكة دائما في واجهة الكرة الآسيوية هو دليل قاطع على قوة الدعم وعلى اهتمام القيادة بالرياضة والشباب. راح نتكلم إن شاء الله اليوم بكثير من التفاصيل، لكن خلوني أرحب بضيفي في البداية من جدة العزيز الناقد أحمد الشمراني. مساء الخير، حياك الله يا أبو أحمد. يا أبو محمد عفوا. حياك الله، حياك الله يا أبو محمد، أقصد يا أبو إبراهيم. كذا عبد الله فلاتة بيصير مبسوط ها؟ ينسجم ها؟ حياك أبو إبراهيم، والتحية أيضا للمشاهدين. ومهما تحدثنا عن النقلات النوعية اللي بتحظى بها الرياضة السعودية وعن الدعم الكبير، نحتاج حلقات وحلقات، لكن يكفينا إنجازاتنا، ويكفينا أيضا أنه كل هذا الدعم بنشاهده أمامنا على أرض الواقع، وما زال أيضا في 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 في, في أدراج وزارة الرياضة أشياء كثيرة مبشرة للشباب الوطن ورياضة الوطن. بالفعل. طيب خليني أبدأ اليوم بأبرز وأهم الأحداث والأخبار، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، قال إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة ملف كأس آسيا 2027، واللي يوضح رؤية المملكة لاستضافة هذه البطولة. وأضاف الملك سلمان: نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام. وأكد خادم الحرمين أن المملكة تعتزم في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا. من جهته أيضا أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد أن المملكة حظيت باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات وخاصة في كرة القدم، وذلك يأتي تجسيدا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزا عالميا رائدا لمختلف الرياضات.
وأشار السمو بما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والاتحاد الآسيوي من جهود لتحقيق تطلعات شبابنا وشاباتنا، متابعا بأنه يسرني أن أتقدم باسم المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027، ونؤكد حرصنا الدائم على المضي قدما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد أن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصناعة مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا، حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية. طيب خليني أبدأ معك أحمد الشمراني في هذا الموضوع المهم جدا، وهذا الملف اللي دائما يعني ما نؤكد بأنه من أهم الملفات وفي واجهة يعني الملفات القادمة للمملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030. اليوم واضح بأنه احنا عندنا رغبة جادة، أيضا في اهتمام كبير من القيادة بهذا الملف ودعم الرياضة واستضافة البطولات الكبرى على مستوى القارة. عبد الله، خلني في البداية أقول أني أجد نفسي اليوم قاصر أمام هذا الكلام اللي سمعته طبعا من خادم الحرمين وكذلك من ولي العهد. أجد نفسي الآن لا أملك تلك العبارات اللي توازي هذا الكلام. عندما يظهر الرجل الأول في الدولة ويتحدث عن الرياضة بهذا الشكل ويتحدث أيضا عن دعم ملف استضافتنا لكأس آسيا، ثم يأتي ولي العهد ويقول أيضا ما قال عن هذا الملف وعن هذا الدعم، فهذه لا شك أنها تمثل بالنسبة لنا كرياضيين وسام، بالنسبة لنا فرحة، بالنسبة لنا حافز، صحيح. بالنسبة لنا إرادة. كنا يوم من الأيام نفتقد إلى من يدفعنا إلى عجلة الأمام، كنا يوم من الأيام معطلين تماما، نشاهد العالم في مجال الرياضة يتسابق على الاستضافات، يتسابق على المشاركات، يتسابق على أيضا طلب أيضا الاستضافات، ونحن ظلنا بعيدين عن كل البعد. وربما لنا في تلك الفترة عذرنا، لكن اليوم جاء من حرك العجلة، جاء اليوم خادم الحرمين الشريفين أيضا بقيادة أيضا أو بدعم أو بتوجيه من هلال إلى الرجل الثاني في الدولة الأمير محمد بن سلمان لتنطلق القافلة نحو آفاق واسعة. أنا وأنت كنا نحلم يوم من الأيام أن نتفرج على مباراة دولية على ملاعبنا، كنا نحلم يوم من الأيام أن نشوف استضافة لأي نشاط رياضي. أما وقد دارت العجلة فباتت أيضا الأنشطة الرياضية تتوالى في المملكة والاستضافات، واليوم ذهبنا إلى عمان بحثا عن استضافة أولمبياد آسيا، وظفرنا بملف أيضا 34 صحيح 2034. اليوم عندنا 2027. عندما تأتي القيادة وتظهر لنا هذه الرغبة وهذا الدعم من خلال هذا الخطاب الذي شاهدناه وسمعناه الليلة، لا شك أننا كلنا كرياضيين بدءا من سمو وزير الرياضة نهاية إلى آخر مسؤول في الرياضة إلى آخر مشجع، كلنا سنعمل إلى ترجمة هذا الدعم وهذه الإرادة على أرض الواقع، استضافة، إنجازات. بالتالي صحيح. حقيقة كما بدأت أقول أن العبارات حقيقة تخونني في وصف هذا الكلام، خاصة وأني سمعت كلام مفرح، وهو بمثابة حقيقة دعم للرياضة ومثابة أيضا إرادة كانت تنقصنا يوم من الأيام إرادة. كلما كنا نطالب باستضافة بعض المناشط الرياضية نجد من يقول كيف صعب ملاعب إمكانيات هذا مستحيل، أي هذا مستحيل. اليوم حقيقة وجدنا من يدفعنا صحيح. واكتشفنا أننا نملك القدرات أن نستضيف حتى كأس العالم صحيح. حتى كأس العالم ونشوف حيكون ضمن أجندتنا مستقبلا بعد كأس آسيا إن شاء الله 2027 إذا فزنا فيه، وبعد 34 إن شاء الله حتستضيف بإذن الله كأس العالم عرض المملكة، لأن الإرادة في إرادة الدولة، إرادة صحيح. شاب اسمه محمد بن سلمان، ولا أملك إلا الدعاء له بطولة العمر والدعاء له أيضا بالتوفيق بإذن الله. بلاحظ مو فقط الرياضة ربما أساس إحنا جزء منها ونتابع صحيح. ونتابع الحراك حولها، لكن هناك في عدة وزارات الحراك على قدم المساواة ربما مثل الرياضة، في الصحة، في التعليم، في الاتصالات، في غيرها. صحيح. اليوم أنت تشوف هذا الدعم من القيادة، من خادم الحرمين ومن ولي عهد، تحس بالفخر أنت اليوم كشخص تنتمي للرياضة. احنا دائما نتكلم بالرياضة وكرة القدم والتنافس، أحيانا نتكلم فيها بجانب سلبي، لكن اليوم احنا فخورين احنا نشوف قيادتنا كيف هي مهتمة بهذا الجانب، وهذا الجانب راح ينعكس علينا احنا كرياضيين اليوم وكشباب في المملكه. هل تعلم يا صديقي العزيز ان اخر استضافه لنا في المملكه العربيه السعوديه ايام
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل فهد عليه رحمة الله وكأس العالم للشباب، واعتبرناها هذه بداية حجر أساس عندما استضفناها في 4 مدن، في جدة، في الطائف، في الرياض، في المنطقة الشرقية. وأذكر تلك البطولة كيف كان الاهتمام بها، فمن بعدها أيضا سكت الكلام أو خفت الطموحات أو خفت الضوء. واليوم حقيقة منذ أن تسلم الأمير محمد بن سلمان مركز ولاية العهد وإدارة ملفات المعنية في الدولة، ملفات الشباب في الرياضة وغيرها، وجدنا حقيقة طفرة في كل شيء. صح، أنا معك أن كنا لا نجرو يوم من الأيام أن نقول نبغى بطولة آسيا، ولا نجرو أن نقول نستضيف. بالرغم أبو محمد أنه إحنا يعني تسيدنا آسيا على مستوى المنتخب السعودي وعلى مستوى أنديتنا. يعني أنت تتكلم عن المنتخب السعودي من عام 84 إلى عام 2007 باستثناء 2004، إحنا ترى يا بطل آسيا إحنا الوصيف. يعني احنا مو سهلين على مستوى اللعبه، على مستوى كره القدم، ها، وانت ايضا على مستوى الثقل السياسي، الثقل الاقتصادي، الثقل ايضا المساحه الجغرافيه، الانجازات الرياضيه. انت على مستوى اسيا كتف بكتف مع اليابان وكوريا والصين، مع احترامي لبقيه الدول. لكن زي ما قلت ما كان في اراده، ما كان في اراده، كنا للاسف الشديد احنا مكملين لبعض الدول. كنا داعمين، كنا مرشحين، كنا مصوتين فقط، دورنا أشبه بدور المزكي فقط لا غير. نعم. تتصل بنا الدولة الفلانية تكفون نبغى صوتكم، وإحنا فقط لا غير بأصواتنا. عندما تحدث نقول متى 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 لن نجد إجابات. اليوم أصبح على كل سؤال إجابة، وأصبح ما كان مستحيل حقيقة على أرض الواقع. نعم. ولن نقول إلا خلاص دارت العجلة، والله يوفق دولتنا ويوفق قيادتنا ويوفق أيضا القائمين على رياضتنا. نعم. طيب أيضا اليوم في نفس هذا السياق، الاتحاد الآسيوي لكرة في القدم نشر ملفات المقدمة من الاتحادات الوطنية اللي تتنافس على استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وكشف بأن ملف السعودية عن إنشاء 3 ملاعب جديدة لاستضافة المنافسة اللي حددت السعودية 3 مدن. احنا نتكلم عن العاصمة الرياض، نتكلم عن جدة، إضافة إلى الدمام. وبحسب أيضا الملف السعودي اللي استعرض اليوم، فإنه سيتم أيضا توفير 10 ملاعب لاستضافة الحدث القاري، 5 منها في الرياض، 2 في جدة، 3 ملاعب في الدمام، بالإضافة إلى الخطوات القادمة. نتكلم عن إنشاء 2 ملعب بالعاصمة الرياض، ملعب القدية إن شاء الله وملعب الرياض، وإلى جانب أيضا ملعب الملك فهد وملعب الجامعة وملعب الملز الأمير فيصل بن فهد. جدة أيضا تضم ملعب مدينة الملك عبدالله، وإن شاء الله نشوف أيضا مدينة استاد الأمير عبدالله الفيصل يعني جاهز. الدمام أيضا ملعب اسم يحمل اسم المدينة يكون بجانب ملعب الأمير محمد بن فهد والأمير سعود الجلوي. طيب مثل ما ذكرنا ملف السعودية للاستضافة تضمن أيضا الملاعب الجديدة اللي تضم ملعب القدية، ملعب في الرياض، وملعب الدمام. نعم، يعني هذه تفاصيل للملاعب الجديدة إن شاء الله اللي راح تنشأ في المملكة خلال المرحلة القادمة. خلينا نتكلم معك أبو محمد. اليوم إحنا لما نتكلم على مستوى الملاعب يعني تتباين الآراء في كثير من الأحيان، لكن من الواضح الفترة الأخيرة بأنه أيضا أصبحنا جاهزين حتى على مستوى البنية التحتية، على مستوى المنشآت. اليوم عندنا ملاعب بصراحة نفاخر فيها يعني، والقادم أجمل. أنا اليوم من الأيام ربما يكون عندنا قرية أولمبية على مستوى العالم. صحيح. المملكة العربية السعودية تتميز عن كثير من الدول، وخاصة الدول القريبة منا، وكذلك الدول أيضا حتى البعيدة عنها. تتميز أيضا بمساحتها الجغرافية، تتميز أيضا بكثافة سكانية، تتميز أيضا
70% كلهم من الشباب، تتميز أيضا بشغف للشاب السعودي بالرياضة وكل الرياضيات وليس فقط الرياضات وليس فقط كرة القدم. فبالتالي هذه أيضا ما يساعد تماما على استضافة مثل هذه البطولات، استضافة هذه الأحداث. أنت لاحظت عندما 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 بدأ مشروعنا، مشروع استضافة كثير من البطولات، الصالات امتلت بالجمهور. صحيح. على مستوى المصارعة، على مستوى أيضا الطائرة، مستوى السلة، مستوى أيضا الراليات، رياضات ما كنا نشوفها إلا في 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 نشرات الأخبار وبعض البرامج. الشاب السعودي عندما جاء المملكة كان جزء من الحدث، وهناك أيضا من كان يحلل ومن كان يبدي رأي. اليوم حتى على مستوى سباقات أخرى معنية أيضا بالإبل، معنية بالفروسية، معنية أيضا بالصقور، معنية بكل شيء. اليوم هي على قنواتك الرياضية لها متابع، لها محلل، لها مشارك، لها عاشق. هذه وين كانت أول؟ نعم، ما كان ينقصنا فقط لا غير أبو إبراهيم زي ما قلت إلا الإرادة. الإرادة حضرت، كل شيء حضر. اليوم عندما كنا نقول اليوم أن الرياضة كانت سابقا هي رياضة أفراد، اليوم الرياضة مشروع دولة، بدليل اليوم اللي مطلع على الملف واللي بيدعم الملف هي القيادة. ملف استضافتنا 2070 على هامش أيضا هذه الاستضافات، سيكون هناك ملاعب على مستوى عالي، سيكون هناك صالات، وسيكون إلى آخره. بالتالي أعتقد إنه هذا الجيل محظوظ تمام بوجود شخصية تمثل أولا في الأب القائد سلمان بن عبد العزيز، وفي ذراعه الأيمن الأب سمو ولي العهد الشاب الطموح النهم اللي ما عنده يؤجل عمل اليوم إلى الغد. خلاص اليوم عندك مشروع في 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 أي مكان يبدأ التنفيذ. سابقا عندما كان مثلا يقر مشروع ملعب أو مشروع صالة كنا نحتاج إلى وقت حتى يتم التنفيذ، تتعثر الأمور إما على يد مقاول أو على يد معاملة في الوزارة. اليوم لا، خلاص أصبحت الخطاب بين الوزير وبين الدولة مباشرة، بين مجلس الوزراء مباشرة. وأعتقد أنه خطاب اليوم، كلام اليوم أيضا يبشر أن المستقبل بإذن الله سيكون باهر لرياضتنا. صحيح. طيب خلونا نروح للمنافسات الدوري، وإحنا نعرف التنافس اليوم يعني على أشدهم مع يعني تقريبا 30% من الدوري، باقي 5 جولات. احنا نعرف اليوم بأن التنافس قوي جدا ما بين الهلال والأهلي، وأكيد الأنظار خلال الجولة القادمة راح تتجه لمتابعة ماذا يعني ستسفر عنه نتائج الهلال والأهلي. هل في أحد راح يتعثر؟ هل راح يتقدم الأهلي؟ تفاصيل كثيرة، بس خلونا نشوف أبرز مواجهات الجولة اللي من بينها قمة الهلال والشباب. تستأنف يوم الخميس القادم منافسات دوري المحترفين السعودي، حيث تنطلق الجولة 11 وسط معاناة بعض الفرق من الغيابات المؤثرة. البداية ستكون مع الباطن، حيث يستضيف الاتحاد والذي قد يفقد خدمة لاعبه حجازي، بالإضافة إلى رودريغيز وهريكي وعدد من الأسماء التي غيبتها الإصابة في الجولات السابقة. النصر سيكون في ضيافة الفيصلي في هذه المواجهة. حمد الله سيكون خارج القائمة التي يتوقع أن تخوض اللقاء. الإصابة في العضلة الضامة أكدت في وقت سابق غيابه عن هذه المواجهة. الفريق المتصدر الهلال أحد الفرق التي ضربت صفوفه الإصابة، وسيتوجب عليه اللعب أمام الشباب مع غياب البليهي والكوري الجنوبي هيونسو، إلى جانب مدلل العليان وعدد من الأسماء التي لن تكون جاهزة لخوض هذا اللقاء. أما الشباب فإن قائمته بالتأكيد ستخلو من الأرجنتيني بانيغا بعد حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة الشباب مع الباطن في الجولة 10. وفي يوم الجمعة ستكون هناك 3 مباريات فقط. ضمك سيلعب ضد الفتح، والعين أمام أبها، والاتفاق أمام الوحدة. أما ختام الجولة فستشهد مباراة الرائد أمام القادسية والأهلي، وسيلعب مع التعاون. يعني وجود الهلال والأهلي على قمة الدوري السعودي أو في التنافس خلال الجولات الماضية والقادمة أمر ما هو جديد، يعني من عام 2015 تقريبا والمنافسة على لقب الدوري السعودي بين 3 أندية، الهلال والأهلي
وأيضا النصر هي أطراف التنافس على لقب الدوري السعودي. خلونا نشوف يعني تفاصيل هذه المنافسة في السنوات الخمس الماضية. طيب احمد الشمراني، يعني الهلال والاهلي ما هو تنافس جديد على لقب الدوري، لكن صراحه اللي شدني يعني في الخمس سنوات خلينا نتكلم الاخيره، بالرغم من وجود الاهلي كطرف الا انه يعني بعيد ايضا عن يعني تحقيق هذا اللقب، يعني احراز هذا اللقب، التتويج بلقب الدوري بالرغم من وجوده كطرف دائما في المنافسه. هو في النهايه طبعا البطل واحد. واعتدنا دائما عند من ينافس الهلال مرتين ثلاث مرات ربما ما يظفر الا بطوله والباقي تكون زرقاء للهلال من الانديه اللي لا هذه خلينا نفهمها، يعني لما تنافس الهلال 2015 و16 و17 يعني انت تاخذ مثلا 15 والهلال ياخذ 16 17 18 احسن الظن بس في كلامي انت، انا عارف ليش توقفتني في الهلال. لا لا فهمني اياها بس يعني في الهلال دائما طرف ثابت، يعني اذا اخذت منه بطوله السنه دي السنه الجايه طبيعي جدا ترجع لها، فعلها مع النصر، فعلها مع الاتحاد، فعلها مع الاهلي، ولا اقول هذا مثلا في اسقاط على امور اخرى زي ما يقولوا بعض الناس، بقدر ما اقولها كتاكيد ان الفريق لا هيبته لا شخصيته لا ايضا تمرسه. تحقيق البطولات ما هو مجرد مباريات تلعبها في الملعب، تكسب اليوم وتخسر بكرة، تكسب النسخة وتخسر أربع خمس نسخ، بقدر ما هي استمرارية. حتى تبني شخصيتك كفريق بطل كفريق هيبة تحتاج أحيانا الاسم، اسمك يحقق لك بطولة إذا كنت ما كنت في المستوى. وأنا قلت في أكثر من برنامج إن عندنا في العالم العربي يمكن فريقين أو ثلاثة تعتبر بالنسبة للبطولات لها عادة، يعني عادة سنوية، الأهلي المصري والهلال السعودي وكذلك أيضا الترجي التونسي. هذه من الفرق اللي جبلت على البطولات. حتى هو ينافس النصر ايضا اخذ النسخ من النسخه نسختين، عاد الهلال ايضا واسترجع حقوقه دون ان يظهر الهلال في الخمس، يعني من خلال الارقام اللي موجوده الهلال في الخمس سنوات حقق ثلاثه دوري. نعم اكيد، ودوريين مقسومه بين الاهلي والنصر. لكن طبعا الدوري هذا العام مختلف، وربما توافقني الراي لحد الان الهلال أنا كنت أتوقع أنه سيحسم الأمور من منتصف الجولة الثانية، عطفا على البداية القوية، عطفا على المستويات، عطفا أيضا على انخفاض المستوى، عطفا أيضا على صراع الفرق بينها وجه لوجه مع بعض، هناك من يخسر هناك من يتعادل وكان الهلال يمضي. لكن خسارة الهلال من الوحدة، خسارته من الفتح، تعادله مع الاتحاد، أعطى أيضا انطباع أن الهلال جزء لا يتجزأ من مستوى هذا الدوري، بالتالي ما تستبعد أنه يخسر في أي لحظة، ما تستبعد أنه يتنازل عن الصدارة، ما تستبعد أيضا الشباب اللي الآن صاحب 18 نقطة واللي خسر كذا مباراة واللي قدم مستويات باهتة وتوى عاد بفوز ربما معنوي أمام الباطن أنه يعملها أمام الهلال ويقفز من 18 إلى 21. الأهلي كذلك بيقابل التعاون، وتعرف هذه الفرق اليوم ما صار عندنا فرق من خلالها تقدر تقول أنك ستضمن الفوز، حتى بتبدأ من الهلال وتنتهي حتى بضمك. لو تلاحظ أنت المستويات حتى العين، العين التعاون عندك راجع بفوز على الشباب. نعم. فوز كبير، أربع أهداف راح على ملعب العين وخسر 1-0. العين أيضا فاز على الأهلي في الكأس. صحيح. وأخرج الأهلي والمعنويات مرتفعة، لعب مع الوحدة وخسر 2-1. بالتالي أعتقد أنه عندنا متقلبات. نعم. عجيبة في الدوري، وانتظر ربما نتائج غريبة. صحيح. وعجيبة، هي من سيحدد من سيتنافس على البطولة. طيب شكرا أحمد الشمراني الناقد والإعلامي المعروف، شكرا يا أبو محمد. شكرا، ورسالة بس مني إلى الأستاذ عبد الله مؤمن رئيس النادي الأهلي، يا أبو محمد أنا أزعجتك يوميا، ولكن الجمهور برضه أزعجونا ولهم الحق أن يعرفوا كل شيء. أتمنى 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 يا أبو محمد
أنكم تعلنوا في القريب العاجل إذا خلصتم مع السومة خبر التجديد جمهور الأهلي على العصابة. نعم. جمهور الأهلي كل يوم يصدم بخبر جديد، فأنا واثق تماما أن الأمور ربما تسير كما قلت لي أنت قبل ما طلع الهواء في الاتجاه الصحيح، لكن أتمنى منك ولو رسالة تطمينية لهذا الجمهور العاشق. يعني أنت مقلق كثير موضوع عمر السومة؟ لا أنا مو مقلقني، لأن عندي جزء من الحقيقة يعني، لكن مقلق الجمهور. الحقيقة أنه ممكن يمشي. ها؟ لا الحقيقة هستمر يا حبيبي. طيب كان ابتسمت لك لو أعرف أنه ما هستمر ما كان جيب سيرة أصلا. فتمنى من الأستاذ عبد الله مؤمن أنه يبشر هذا الجمهور. طيب. وين وصلت المفاوضات؟ شكرا أبو محمد، شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة. جولة مثيرة في الدوري السعودي، في أمان الله.